بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبرحاب الجامع الأزهر الشريف أرحب بكم لننقل لكم فعاليات ملتقى المرأة لرمضان 1444 هجرية، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه، وتوجيهات فضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني حفظه الله، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهري الشريف. وسوف يحاضر معنا اليوم عالمتان جاللتان من علماء الأزهر الشريف، أختنا نورة عبد الفضيل عبد اللطيف، وهي عضو فتوى بالفتوى الإلكترونية تابعة للأزهر الشريف، وهي مشرفة قسم فتاوى النساء بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وأختنا الواعظة أماني حسن محمد حسن مصطفى الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية. وسيدور درسنا اليوم حول وبشر الصابرين. نحن في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمات والنفحات، كتب الله لنا في هذه الأيام الرحمة وجعلنا من المعتقين من النار، إنا وإياكم يا رب العالمين. وسوف تتحدث أختنا نورة عبد الفضيل عبد اللطيف، وهي عضو فتوى بالفتوى الإلكترونية للأزهر الشريف، عن الصبر. تفضل. كل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكنا أخواتي الفضليات، ومرحبا بنا جميعا في رحاب الجامع الأزهر، الجامع الأزهر الذي هو أشهر المساجد الأثرية، الجامع الأزهر الذي هو منبع الدروس والمحاضرات وأحد معاقل التاريخ لنشر التعليم ونشر الإسلام. وكل عام وأنتم بخير. فنحن جميعا في شهر مبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر البركات، شهر التراويح، شهر القرآن. درسنا اليوم بعنوان وبشر الصابرين. الصبر خلق إسلامي عظيم، وهو من القيم والفضائل الإسلامية تخلق بها الأنبياء والمرسلين. لذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نتخلق بخلق الصبر. وفي القرآن الكريم ورد معنى أو ورد لفظ الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع، وده بيدل على أهمية الصبر وأهمية خلق الصبر. ومع أنه واجب أو يعني صفة الصبر ربنا سبحانه وتعالى أوجبها علينا أن احنا لازم نصبر ونحتسب، إلا أنها برضو من الفضائل العظيمة التي المؤمن لازم يتخلق بها. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
من الآية دي بنعرف إن الصبر والصابرين أو الصابرين الذين تخلقوا بخلق الصبر له من الأجر الذي لا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنأتي يوم القيامة ونلاقي فيه ناس خارجة كده من قبورهم رايحة الجنة على طول. فسيدنا رضوان الملك الجنة بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ بيقول لهم افتح لنا الباب يا رضوان. بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ بيقولوا ألم تسمع قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكده بيطلعوا من قبورهم على مين؟ على الجنة على طول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من إيه؟ منهم بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله، يعني اللي عايز يصبر واللي فعلا عايز يتخلق بخلق الصبر لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقه الصبر ربنا هيرزقه. ودايما بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع، بيحب يسمع صوتنا، بيحب يسمع صوت المؤمن، بيحب يسمع صوت عباده. قال تعالى ادعوني استجب لكم. احنا ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا الصبر، وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ربنا كريم، ربنا هيستجب الدعاء باذن الله. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وما اعطي عبد عطاء لا افضل ولا خير من الايه؟ من الصبر. ليه؟ علشان له الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب هو الصبر ده معناه ايه؟ يعني ايه كلمه صبر؟ الصبر معناها الحبس والمنع. يعني ايه برضو الحبس والمنع؟ الحبس يعني انا بحبس نفسي علشان افعل اي فعل ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه، زي الصيام اللي احنا فيه دلوقتي. الانسان بيحبس نفسه عن الطعام والشهوات علشان الصيام ده ايه؟ علشان الصيام ده حاجه ربنا فرضها علينا، فانا بحبس نفسي عن الحاجات اللي هي تخليني فعلا انا صايمه. اي حاجه بقى من طعام من شراب من شهوات من اي حاجه ممكن تفطر الانسان، برضو بمنع نفسي من اي فعل او اي حاجه ممكن اخد من وراها تكون سبب ليا في الذنوب وفي الاثام. يبقى بمنع وبحبس نفسي عن حاجه عشان اخد ثواب، سواء الحاجه دي زي ما قلنا كده هو في الصلاه مثلا، الصلاه اللي هي فرض اهي، وفرض علينا ان انا اصلي، ركن من اركان الاسلام، واجب علينا انا ايه؟ اصلي. فبحبس نفسي. طبعا احنا عارفين ما ينفعش الانسان وهو بيصلي ياكل او يشرب او يلعب او يعمل فعل يعني ان انا لما ابص له اقول انت مش بتصلي، يبقى انا بحبس نفسي على افعال الصلاه بس. خلاص كده؟ يبقى انا الفعل ربنا امرني بيه برضو فيها حبس ومنع، حبس ومنع. بحبس نفسي من السخط والعياذ بالله عن الجزع، يعني ما بعترضش على قضاء الله سبحانه وتعالى ولا قدره. تمام؟ بحبس نفسي، بحبس الجوارح ان هي والعياذ بالله تلطم وتشق الجيوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. يبقى هو بمنع الجوارح عن الأفعال دي. كمان بمنع اللسان نفسه ان هو يشتكي، علشان الصابر ما يشتكيش. طب انا هقعد كده مكبوتة ما اتكلمش، انا عايزة اتكلم وافضفض، اتكلم مع مين؟ طيب ما انا لو ما خرجتش الحاجة اللي جوايا دي هعيا، هموت، همرض. نقول ايه؟ الشكوى لغير الله مزلة. مين بقى اللي اشكيه او اشتكي اليه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ركعتين في جوف الليل، اطيل السجود شويه واتكلم مع ربنا. انا بتكلم يعني كاني بوسوس الارض اللي انا ايه ساجد عليها، ما محدش بقى سامعني، ما حدش شايفني. ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، اطلع كل اللي جوايا لله سبحانه وتعالى. يبقى كده بمنع اللسان عن ايه؟ عن الشكوى. عشان انا لو اشتكيت لفلان واشتكيت لاختي واشتكيت لجارتي واشتكيت لمش عارفه مين والمين والمين، خلاص كده انا ضيعت اجر الصبر بتاعي اللي ربنا قال عليه، اللي ربنا بشرني بيه وبشر الصابرين. تمام؟ يبقى كده ايه؟ ادي معنى الصبر. طيب لما اقول ازاي اصبر، اعمل ايه علشان اصبر، اعمل ايه عشان اكون انا فعلا صابر؟ اول حاجه لما اعرف ان انا لما اصبر هنال الثواب من الله سبحانه وتعالى يبقى هسكت. لما اعرف ان قضاء ربنا كده كده نازل، طب ما انا لما اتلقى القضاء ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى بالصبر يبقى هاخد الثواب. طب لو جزعت وسخطت واعترضت، هل انا كده قضاء ربنا هيقف؟ لا، قضاء ربنا كده كده نازل، يبقى اتلقاه بالقبول وبالصبر اخد الثواب احسن من انا ايه؟ بدل ما اخد ثواب اخد ذنوب. واحنا مش يعني
احنا كلنا ذنوب، مش ناقصين زي ما بتقولوا كده، احنا كلنا ذنوب، احنا بنقول يا رب اغفر لي، يا رب سامحني. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان بيستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم اكتر من 100 مرة. ما احنا نعمل ايه؟ ده احنا لو قعدنا اليوم كله نستغفر يبقى كده ما وفناش، صح ولا لا؟ يبقى ان العبد اذا وقع عليه القضاء فصبر، العبد صبر جرى القضاء عليه وهو مأجور، يعني خد أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. طب إذا نزل القضاء على العبد كده كده ونازل هو القضاء، إذا نزل على العبد وهو بقى سخط وجزع، نزل عليه القضاء أو جرى عليه القضاء وهو إيه؟ مأجور، خد إيه؟ بدل ما ياخد ثواب خد إيه؟ خد ذنوب. يبقى أنا أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأصبر هنال الثواب. إيه تاني؟ أعرف كده يكون عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا الا الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، يبقى هل كده احنا خليفه ربنا في الارض؟ ربنا خلقنا عشان يعذبنا؟ ابدا. ربنا عليم، ربنا حكيم، ربنا خبير، ربنا قيوم، ربنا العدل، ربنا ولا يظلم ربك احدا، صح ولا لا؟ ربنا ما بيظلمش حد، ربنا عارف، ربنا علينا ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا عارف ان انا طاقتي كده فربنا اداني البلاء اللي انا هقدر عليه، لكن واجب عليا ان انا اصبر واحتسب، اصبر واحتسب كل ده لله سبحانه وتعالى، ربنا هيديني الايه؟ الاجر والثواب. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا لما أحتسب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى يبقى أنا كده كل حاجة بعملها سواء من فروض أو تطوع أو نوافل، حتى اللقمة، حتى الطعام اللي بعمله لأهل بيتي، حتى الشكوى الإنسان بيتشكها كده، ليه الإيه؟ ليه الأجر والثواب عندما أصبر وأحتسب لله سبحانه وتعالى. كلنا عندنا ابتلاءات، وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديه البلاء الابتلاء او البلاء اللي هو بالفعل هيكون على قده، لكن ربنا طالب مننا ايه؟ الصبر. ربنا طالب مننا الصبر، ما هو طالبه مننا واجب عليا، لكن انا لما اصبر ربنا هيديني ايه؟ يعني ربنا هيديني ثواب على حاجه ربنا هو اساسا واجبها عليا. يبقى دي ربنا كريم ولا لا؟ ربنا عليم وخبير ولا لا؟ دايما كان دعاء السلف الصالح اللهم قدر لي الخير حيث كان، اهم حاجه ايه بقى؟ الرضا، ثم ارضني به يا رب العالمين، اهم حاجه. ربنا كده كده القدر نازل لا محال، لكن ايه؟ اللهم قدر لي الخير حيث كان، ايا كان بقى الخير ايه اللي نازل ده خير ليا. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ولا يكون ذلك الا للمؤمن. لما ينزل علي البلاء وأحصبر وأحتسب كان خيرا له، وإذا برضو كان خيرا إيه؟ خيرا له، بس إيه؟ بشر الصابرين، أصبر عشان ربنا يديني الأجر اللي ربنا يعني كتبه لي، بس أنا مرجعش الورا، أصبر وأحتسب لله سبحانه وتعالى. أصبر وأحتسب لما أعرف إيه جزاء الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل حاجة إحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى، ما دايم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، صح؟ إيه بقى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، وإيه تاني؟ ورحمة، وإيه تاني؟ وأولئك هم المهتدون. شوف عظمة ربنا، شوف نعمة ربنا علينا إزاي. ربنا بيبتلينا علشان يدينا ثواب، ربنا بيدينا البلاء ويقع البلاء مش عشان يعذبني ولا علشان يدخلني النار، لا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى علينا بالاستغفار دايما، كان وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته الاستغفار، واحنا عارفين سيد الاستغفار دايما بنقوله، فدايما نستغفر ربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا يغفر لنا ويعفو عنا ويرزقنا ويأجرنا. الابتلاء سنة الأنبياء، وفي أقرب من الأنبياء لله سبحانه وتعالى وهم صفوة خلقه، ومع ذلك كان لهم إيه؟ كان لهم نصيبهم من الابتلاء.
هو في احب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربنا سبحانه وتعالى؟ في اقرب منه لله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك احنا كلنا نعرف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم مر بابتلاءات كبيره جدا جدا في حياته وعظيمه قوي، وكان يصبر، وكان يصبر ويحتسب لله سبحانه وتعالى. ولنا في نبي صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، ثم الامثل. الامثل يعني اللي زيهم، يعني دايما بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبتلى الانسان على قدر دينه، دايما بنقول المؤمن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بقدر ايه؟ دينه وايمانه. فكل الانسان ما يكون اقرب لله سبحانه وتعالى ايمانا وتقوى، ربنا سبحانه وتعالى يديه كمان، يديه كمان والله حبا فيه. ربنا بيعمل كده حبا في الانسان ده علشان عايزه، ربنا عامل له مكانه في الجنه عايز يدخلها له. والدنيا دي ما هي الا دار يعني بلاء، ما هي الا دار فناء، هي عباره عن طريق احنا ماشيينه، اخره بقى الاخره، اما الجنه واما النار والعياذ بالله. فاحنا لما نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ونصبر ونحتسب، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا الجنه ويرزقنا الفردوس الاعلى، اللهم امين. طب اصبر ازاي؟ اعمل ايه عشان اكون صابره؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه علشان فعلا ربنا يقويني ويخليني اقدر واصمت واكون صابره؟ الدعاء، ربنا كده ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد لما يسالوك قول لهم ادعوا ربنا، في ما فيش وساطه اهو بيننا احنا كعباد الله سبحانه وتعالى وبين مين؟ وبين ربنا. لما ارفع ايديا وادعو لله سبحانه وتعالى، ربنا كريم، ربنا اكرم من ان انا انزل ايدي وربنا ما يكونش لسه استجاب الدعاء بتاعي، صح؟ ومش لازم الدعاء يكون مستجاب في نفس الوقت، مش لازم حتى يكون مستجاب في الدنيا ليا. ده الناس اللي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وبيقولوا ربنا ما بيستجيبش ليا دعاء، اقول لهم لا، ربنا بيستجيب الدعاء، ربنا وعدنا ان هو يستجيب الدعاء، ربنا لا يخلف وعده، صح؟ بس الدعاء ده اللي انا بستجيب ممكن يكون ان انا ادعي بالشر، ما اعرفش ان هو ده شر ليا، انا افتكر ان ده هو خير ليا وهو ربنا عارف ان هو شر ليا، فبالتالي ربنا بيكون بيسد عني ابواب شر بالدعاء بتاعي ده، يبقى بيستجيب مش بيستجيب. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا ممكن يكون شايل لي استجابه الدعاء في الاخره التي هي دار البقاء، دار الخلود، دار الجنه باذن الله لنا جميعا. يبقى لما الانسان يروح كده يوم القيامه ولا عنده حسنات كتير وعنده نعم وحاجات جميله جدا جدا، يسال كده هو انا عملت ايه في الدنيا عشان ربنا يديني الحاجات دي كلها؟ فينادي ملك، ينادى ملك من قبل الله سبحانه وتعالى ان الدعاء اللي انا كنت بدعيه في الدنيا ربنا شايل لي ثوابه واجره وحسناته ونعيمه في الاخره. في ايه الجمال ده؟ في اجمل من كده؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى رحيم ازاي علينا؟ يبقى انا ما اقولش ان انا بدعو وربنا ما بيستجيبش، لا، الله سبحانه وتعالى يستجيب، اما بيسد، ممكن يكون المنع في جوفه في عينه دي منح من الله سبحانه وتعالى، بيمنع عني الشر، بيمنع عني ابتلاءات. بنقول ان البلاء بيكون نازل شديد قوي قوي على الانسان، لكن ربنا بيهونه وبيخففه. ليه؟ بدعاء الانسان لله سبحانه وتعالى، برحمه ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم من علينا احنا، على عباده، على خليفته في الارض، من الام بابنها. في اكتر من رحمه الام بابنها؟ في رحمه ربنا سبحانه وتعالى اللي هي رحمته وسعت كل شيء. يبقى بالدعاء هصبر وهحتسب، والله سبحانه وتعالى يديني ايه؟ اجر الصبر. ايه تاني؟ زي ما ببص وبشوف ان ابتلاءات ربنا شديده عليا واطلع من حاجه اخش حاجه، اطلع من حاجه اخش حاجه، ابص على ذنوبي، احنا كلنا ذنوب، ابص على ذنوبي فلاقي عندي، اقعد كده حاسبوا انفسكم قبل ايه؟ ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم او تنزل عليكم. لما انا ابص كده اقعد كده احاسب نفسي، انا عملت الذنب كذا وكذا وكذا وكذا، ما يمكن الذنوب دي اللي انا عملتها دي سبب من الاسباب ان ربنا سبحانه وتعالى مديني البلاء ده. هعمل ايه بقى؟ هجري على الاستغفار، هجري على الاستغفار. فلما استغفر ربنا هيمحو ذنوبي وهيرفع عني البلاء.
يبقى زي ما ببص للابتلاءات وبلاقي ربنا عليا، ابص للايه؟ للذنوب بتاعتي. ما هو انا الحاجات دي كلها بسببي انا، ما هو انا عشان بعصي الله سبحانه وتعالى ربنا بيديني كده، عشان ربنا برضو بيحبني، ربنا عايز يخليني انفض نفسي من الذنوب عشان لما اروح ليوم القيامه تبقى صفحتنا كلنا بيضة. صح؟ احنا عايزين حاجه اكتر من كده؟ اصبر لما اقول، لما انا بشتكي من الصداع ابص لغيري اللي عنده، اللي ربنا يشفيه ويعافيه، اللي عنده جلطات في المخ. صح؟ لما اشوف بلاء ربنا عليا ان انا عندي مغص، ما انا ابص لغيري اللي عنده حاجات اكبر من كده. صح؟ لما ابص لدراعي المكسور، طب انا ابص لغيري اللي دراعه مبتور. صح؟ يبقى انا ابص للي اقل مني واللي اكتر مني في الابتلاء، وعشان احمد ربنا سبحانه وتعالى. صح؟ ونقول الحمد لله، ونقول ايه، وندى ربنا، نقول ايه؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الناس. صح كده؟ يبقى ربنا رحيم ولا لا؟ ربنا بيحبنا نكون صابرين شاكرين ساجدين له ولا لا؟ طب ايه هنعمل الحاجات دي علشان ناخد ثواب ولا لا؟ ربنا بيقول ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صح؟ بأمورنا بقى، واصبر وما صبرك الا بالله. الصبر ده وربنا بس اللي هيديك عليه الاجر والثواب، محدش تاني. ما تقوليش ان انا يعني ان انا محبوسه في شغلي وبعمل علشان خايف من رئيسي في العمل، انا صابره على الاذى والهم بتاع الشغل بتاعي علشان اخد مكافاه وعلشان اترقى وعلشان، لا، خلي الحاجات دي كلها احتسابا لله سبحانه وتعالى، وربنا يديني الاجر والثواب في الاخره التي هي دار الخلود، دار البقاء. كمان انظر للفرج، اعرف كده ان بعد ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسرين. طب ازاي ما في عسر ويسر؟ عسر ويسر متكرر مرتين اهو، بس النكره هي واحده، او المعرفه هي واحده، لكن النكره حاجتين. صح؟ يبقى اليسر هي ما فيهاش الالف واللام، دي يسرين اهو. صح كده؟ والعسر معرف بالالف واللام، يبقى العسر واحد بس. يبقى إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. يبقى ربنا بيقول لنا انتظر الفرج، انتظر روح الفرج. اعرف كده إن بعد العسر اللي انت ماشي فيه ده ربنا هدي لك يسر ويسر كمان. صح؟ هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة حسنة لينا. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع من الطائف، واللي شافه في الطائف، صح، كان طالع برضو عنده يعني روح الفرج من ربنا سبحانه وتعالى. لما ناداه ملك الجبال وقال له اخسف علي، لان امرتني شاور بس كده بصباعك يا سيدنا محمد، ادعي بس كده وامرني وانا اطبق عليهم الخشبين، الجبلين اطبقهم عليه ويموت وريحت منهم خالص. صح كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هو كان بيعد وربنا سبحانه وتعالى يعني ان يكون هيطلع منهم ذريه باذن الله صالحه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اخرجوه من اهل مكه، من مكه، وكان بيطالع وهو بيبص وراه كده ويبص على مكه وحزين وزعلان ان هو طالع، وبيقول والله اني اعلم انك لاحب بلاد الله الى الله، انا عارف ان انت يا مكه احب بلاد الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى، ولولا ان اهلك اخرج اهلك اللي هم اهلي برضو اخرجوني منك والله ما خرجت، انا نفسي اقعد اعيش واموت فيك. صح؟ يعني عايز فرج، عايز حد يطبطب عليه. فربنا سبحانه وتعالى نزل عليه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ميعاد. ربنا اداه روح اهو، ربنا قال له اصبر وهترجع لها تاني. فربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه وراح للمدينه، وربنا وعده ان انت اصبر بس كده وهرجعك ليها تاني. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم رجع لمكه تاني. صح ولا لا؟ في فتح مكه، ولما قال له لاهله انطلقوا فانتم الايه؟ انتم الطلقاء، ويعني اذهبوا فانتم الطلقاء. صح كده؟ ورجع اهو، عشان كان في كان منتظر روح الفرج وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوه حسنه لينا، اللي هو احب عباد الله الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اداه روح الفرج، وربنا زي ما بنقول لن يخلف الله وعده، وبالفعل رجعه مره تاني. قلنا نعد النعم ربنا علينا. عندنا ذنوب كتير وعندنا ابتلاءات كتير، واعد برضو نعم ربنا عليك قد ايه. ربنا قال لنا ايه؟ وان تعدوا نعمه الله
لا تحصوها. النعمة واحدة بس جواها نعم. فأنا لما عد نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، نعمة الكلام، ربنا سبحانه وتعالى مديني جهاز كده في جسمي، جهاز دوري الدم بيضخ ويروح ويجي، والكبد شغال لوحده والكلى شغالة لوحدها، حاجات أنا الإنسان مش في إيده حاجة بيعمل فيها حاجة، صح؟ يعني العربية بتاعتنا لو إحنا ما حطناهاش بنزين هتمشي، مش لازم نوديها الصيانة، مش لازم نوديها مش عارفة إيه، صح كده؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق وكل شيء، ربنا سبحانه وتعالى إدانا نعم بس نعدها. هنقدر نعدها؟ لا مش هنقدر، مش هنقدر نعدها. فدايما نقول نحن في زحام من النعم، صح؟ نحن يعني غرقانين في نعم ربنا، صح ولا لا؟ زي ما دايما بنقول كده، صح ولا لا؟ عندنا نعم ولا لا؟ شوف السماء ربنا سبحانه وتعالى خلقها بلا عمدان، مش واقع علينا اهو، دي برضو نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. الشمس اللي بتنور لنا، القمر، النعم اللي في جسمنا نفسها نفسه، دي كلها نعم ولا مش نعم؟ يبقى زي ما ابص على الابتلاء وابص على بلاء ربنا عليا، ابص على برضو على ايه، على نعم، واقول ايه بقى؟ واقول الحمد لله، صح؟ الحمد لله. فلما نكون حامدين شاكرين لله سبحانه وتعالى، ربنا هيغفر لنا ذنوبنا، ربنا هيرفع عنا البلاء اللي هو رحمه لينا، اللي هو رحمه لينا، البلاء رحمه من الله سبحانه وتعالى، بس ربنا طالب منا حاجه صغيره خالص وربنا هيعن عليها لما انا ادعي ربنا ان يعن عليها. طالب مني الصبر، طالب مني الصبر، وادعي النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم اعني ولا تعن علي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم ارزقني الصبر، اللهم ارزقني، اللهم نسألك من اليقين ما تهون علي به مصائب الدنيا. يعني يا رب اديني اليقين كده، اديني روح الفرج كده، اديني القدرة، عني ان انا اصبر على مصائب الايه، مصائب الدنيا، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو كان عنده مصائب في الدنيا وكان بيدعو الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كان بايه، كان ايه، كان بيستجب وكان بيعينه وكان بيرفع عنه البلاء. يعني انا حابه ان انا اقعد معاكم كتير وحابه ان انا اتكلم كتير، بس عشان اترك المجال لاختي ربنا يبارك فيها يا رب، فندعي الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصبر وان يرزقنا اليقين والثبات على الحق، ونتقبل منا الصيام والقيام انه هو القادر على ذلك. ودايما نذكر انفسنا كلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ولا يكون ذلك الا للمؤمن. في مسلم وفي مؤمن، بس المؤمن اللي هو اعلى الدرجات بقى. فدايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان نكون احنا في زمره، وفي زمره الله سبحانه وتعالى نكون من المؤمنين الشاكرين الموحدين لله سبحانه وتعالى انه القادر على ذلك. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خيرا أختنا نورة عبد الفطيم، وهي عضو فتوى بمركز الفتوى الإلكترونية للأزهر الشريف. يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر. طيب إزاي هصبر؟ ربنا بيقول في كتابه العزيز، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الأول يا جماعة كده هقدم لكم صورة، الطفل في المنزل لو أبوه خارج برا المنزل أو أي حد، لابد إن هو ما تسيبوش، عايز يبقى معاه ويبقى خارج من البيت وهو سعيد جدا إن هو معاه، ركب عجلة معاه، ركب موتوسيكل معاه، واثق فيه. طب لو ركب طيارة وهيطلع معاه وفرحان وعنده كل الثقة في أبوه، مش عارف إيه اللي هيجرى. طيب ركب سفينة في بحر وهوا مع أبوه وواثق وفرحان، يعني في أشد السعادة إن هو مع أبيه، بس هو لا يدرك المخاطر اللي حواليه، ما يعرفهاش، مش عارف إيه اللي هيحصل. كذلك نحن العباد نكون في معية الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ المؤمن الصابر بيطول باله، يعني يصبر على الابتلاءات التي تحيط به من كل جانب، تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى سيكون معه وسيعوضه، وأن هذا الابتلاء ما ابتلي به إلا لخير الله، ربما خير فات وانقضى أو ربما خير سيأتي. طيب
أنا ابتليت، أعمل إيه؟ قال لك استعين بالصبر والصلاة. لو وقفنا شوية عند كلمة استعين دي، ربنا قال لك استعين، قال لك استعين لأن الصبر ربنا الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان يحدث له حوادث تكون خارجة عن طاقته، يعني أشياء صعبة، يعني مرض هذا تجزع له النفس، فقد ولد، فقر، وغير ذلك كثير. عشان كده كمان يا جماعة ربنا علمنا إن إحنا في حالة الذنوب نتوب. طيب إحنا عرفنا التوبة دي إزاي؟ ربنا هو اللي قال لنا توبوا. طيب أنا هتوب إن هو الله سبحانه وتعالى يقول لك توبي ويعرفك إن في توبة أصلا، تفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من ربنا، هدية من الله سبحانه وتعالى لك، بيقول لك إن في توبة، استغفري وتعالي. طيب إن أنا دي مرحلة، إن أنا أروح وتوب دي مرحلة تانية، دي برضو فضل من الله سبحانه وتعالى، إن أنت أصلا مش يعني هذا ليس من إرادتك، مش بمزاجك، يعني من الله سبحانه وتعالى إن أنت لجأت وعرفت الطريقة إن أنت هتتوبي. طيب أنا عرفت إن في توبة وبعد كده تبت، وبعد كده الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني رحمة ربنا محوطانة من جميع الجهات كلها من الله سبحانه وتعالى، وعرفك الطريق، الطريق اهو في ابتلاء في صبر. طب انا مانيش قادر اصبر، استعيني بالله، روحي صلي. الله سبحانه وتعالى يقول لعبده يا عبدي لو اتيتني، انت جاي تشتكيلي من خلقي، فوالله لن أكون مع خلقي عليك. شوفي أنت عايزة أكتر من كده؟ الله سبحانه وتعالى موجود وهيحاوطنا برحمته، نثق في الله سبحانه وتعالى. كمان هنا الطفل لو يعني دي صورة كان بيقدمها مولانا الشيخ الشعراوي، لك الطفل لما يكون بيشكو من أي حاجة أو زعلان أو حد مزعله، أول حد بيروح له مين؟ حضن أبوه، بيدافعوا عنه وهو واثق إن هو هيراضيه. طب بالك أنت بقى لو رحت كده لله سبحانه وتعالى ورجعت إلى الصلاة ورميت الهموم والألم كله على الله سبحانه وتعالى، شوف إن الله سبحانه وتعالى هيكون هيجزيك بإيه. فالمطلوب مننا يا جماعة إن إحنا نصبر ونحتسب ونرجئ الأمر لله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا اليقين، كل اليقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله فضل من الله، يعني مش هيكون بإرادتنا، لا، لابد إن إحنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا اصبروا، طبعا مش قادر، صابروا، يعني بصي أنت روضي نفسك على الصبر، هصبر، لأن الطاعة يا جماعة بتبقى محتاجة ترويض للنفس حتى تصير عادة، ربنا شرع لنا الطاعات. طيب أنت اعرفيها وتمسك، اعرفي أنا هصلي خلاص. طيب هي في الأول هتبقى صعبة، وبعد كده أنا إيه، أنا أدرب نفسي عليها حتى تصير عادة لي. الصلاة خلاص أنا في الأول بتعود، بعد بدرب نفسي، بعد كده الأذان الله أكبر بتصير عادة، أقوم للصلاة وأصلي الصلاة في أوقاتها. طيب الصيام، الصيام يعني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. طيب أنا أول ما الفجر أقول الله أكبر خلاص بمسك نفسي، لا بأكل ولا بشرب ولا بعمل أي حاجة تفطرني، تمام. طيب مرة في مرة بتصير عادة، فإن ربنا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنتي الكلام للجميع سواء ذكر أو أنثى، لابد إن أنت يعني يكون من داخلك كده، من قلبك عندك النية إن أنا هغير نفسي. طب النية دي إيه؟ تكوني دائما في معية الله. الإنسان أحيانا بيجزع، يعني إحنا لنا طاقة، وإلا ما كانش الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لو حد كده حد إداك حاجة يعني كتير أو بتبقى فرحانة، فما بالك بقى بعطية الله سبحانه وتعالى التي لا تخطر لنا على بال. فلا بد أن يكون عندنا الثقة، كل الثقة، تمام الثقة في فضل الله ورحمته. ويواصل الحديث معنا عن الصبر أختنا أماني حسن الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، وستتكلم أيضا عن الصبر. تفضل.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم يا رب دكتورة حياة وأستاذة نور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق نعتها وواجب وصفها، فاحذرها. ما هي الأقدار؟ الأقدار يعني المصائب والابتلاءات. فلا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار. الإنسان ما دام في هذه الدار يتوقع دائما وقوع البلاءات والمصائب. فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق نعتها، يعني هذه هي صفتها التي أبرزتها وأظهرتها لنا. فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق نعتها وواجب وصفها. فالدنيا على هذا الحال، وعلى الإنسان المؤمن أن يعلم هذا وأن يعد نفسه لاستقبال هذا ويتوقع وجود هذا في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنها دنيا. فإن كانت هذه الدنيا بلا بلاء أو مصائب فكيف ستكون دنيا؟ ستتحول إلى جنة. من منا سيجاهد نفسه في هذه الدنيا حتى يصل بعد ذلك للجائزة الكبرى وهي الفردوس الأعلى إن شاء الله؟ فطبيعة هذه الدنيا تختلف عن طبيعة الجنة. الدنيا فيها البلاء، لذا الإنسان في هذه الدنيا حاله بين حالين، إما صبر وإما شكر. أما في الجنة فشكر فقط، فهذه هي الجائزة، هذا هو النعيم. أما هنا في الدنيا فيجب أن يكون المؤمن بين هذين الحالين، حال الصبر وحال الشكر. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. على الإنسان أن يستعد في هذه الدنيا لوقوع هذا الابتلاء، إما أن يكون في الولد أو في الصحة أو في المال أو في كل شيء. ونصيحتي عند وقوع البلاء أن يتحكم الإنسان في لسانه ويتميز ويتمتع في هذه اللحظة بالصمت والسكوت، وإلا لا يتلفظ إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. الإنسان يندم كثيرا على الكلام في بعض المواقف، على الكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ويعبر عن عدم صبره، ولكن عند سكوته يتحول هذا السكوت بعد ذلك إلى صبر، وقد تفادى بذلك أن يغضب الله سبحانه وتعالى بسخط الكلام. صحيح؟ طيب، إذن حال المؤمن في هذه الدنيا بين الصبر والشكر. يقول الإمام الغزالي: الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، وهما وصفان من أوصاف الرحمن وإسمان من أسمائه. فالله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه صبورا شكورا. صحيح؟ فالجهل بحقيقة الصبر والشكر هو جهل بكلا شطري الإيمان، وغفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن. فقيمة الصبر عندنا في الإسلام كبيرة، والله سبحانه وتعالى يجازي عليها كثيرا. ذكر الصبر في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم، إذا فتحتم المصحف ستجدون أن مواضع الصبر في كل مكان في القرآن الكريم وصلت إلى 79 موضعا وأكثر. الله سبحانه وتعالى أعطى الكثير من الحسنات والأجر على الصبر،
وجعله ثمرة للصبر، جعل هذه الحسنات وأكثر هذه الحسنات والأجر والدرجات ثمرة للصبر، يعني نتيجة لهذا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يؤتون أجرهم مرتين، مرتين بما صبروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظروا كيف يكون جزاء الصابرين. الله سبحانه وتعالى يعني في جميع القربات التي يستطيع أن يحصل الإنسان على الثواب فيها، الله سبحانه وتعالى يعطي على جميع القربات الحساب بقدر، إلا على الصبر، إلا على الصبر فهو جزاء وحسنات بغير حساب. ونحن الآن في شهر رمضان نصوم، وكل عام وأنتم بخير. والصوم، ولأجل كون الصوم هو من الصبر، وقيل هو نصف الصبر، الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فأضاف الصوم الذي هو نصف الصبر إلى نفسه دون سائر العبادات، لما يحمل من صبر طويل أثناء هذا الصيام، صحيح أم لا؟ صحيح. ووعد الله سبحانه وتعالى الصابرين بأن يكون معهم، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وليس هذا فقط، بل علق النصرة، من أراد أن ينصر في شيء علق النصرة على الصبر، فقال الله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. النصرة تأتي بعد الصبر، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته. كانوا أقل عدداً، كان العدو أكثر عدداً ومؤنةً وتجهيزاً، ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمن بإيمانه وصبره، ويكتب الله سبحانه وتعالى لهم النصر في كل هذه الغزوات. طيب، وماذا أيضاً؟ الله سبحانه وتعالى جمع للصابرين ما لم يجمعه لغيرهم، جمع لهم أموراً لم يجمعها لغيرهم، فقال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جمع الله للصابرين الهدى والصلوات والرحمة، ولم يجمعها لغيرهم. إذن الصبر عندنا في ديننا ليس أمرا سهلا، نعم يحتاج إلى مشقة وجهد، وعلى قدر المشقة والجهد يأتي الأجر، يأتي الأجر. نعم هو يحتاج إلى جهد ومشقة وصبر ومجاهدة للنفس، النفس لا تعتاد على هذا، النفس لا تستطيع أن تسكت عندما يصيبها البلاء، صحيح؟ اللسان هذا سبحان الله يأتي بالإنسان ويدخل به في كل مجال، إما أن يودي به إلى الجنة وإما أن يودي به إلى النار. لذلك قالوا: احفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. فيجب أن نعلم أن هذا اللسان، إذا أنا ألجمت هذا اللسان
وكأنه حصان يحتاج إلى لجام، وتمتعت بالصبر والتزمت بعبادة الصمت فقد حققت الصبر، وكل هذا بنية. أنا أسكت في هذا الموضع بنية في قلبي أنني أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى، حتى وأنا في أشد لحظات تعبي، حتى وأنا في أشد لحظات ألمي. هذا هو الاستعداد للمصائب والأكدار التي حفت بها هذه الدنيا. حتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا. جزا الله خيرا أختنا أماني حسن على هذه الكلمة الكريمة، هي واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، جزا الله كل الخير. لو تأملنا قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في الغار أثناء هجرته من مكة إلى المدينة، كان في الغار وسيدنا أبو بكر بيقول له إيه، بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنك خايف، يعني لو حد بص كده تحت هيشوفنا خلاص. قال له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. الله اللي هو مين؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ربنا بيعلمنا بيأمرنا خليكي في معية الله سبحانه وتعالى. طب أنا هكون في معيته إزاي؟ باليقين، كل اليقين بالله سبحانه وتعالى. طيب حصل إيه بعد كده يا جماعة؟ ربنا نجى سيدنا محمد ونجى سيدنا أبو بكر وهجر من مكة إلى المدينة، والرسول كان يؤذى في مكة. حينما هاجر إلى المدينة لقى إيه؟ لقى وجد أن الناس يقابلونه بكل ترحاب وحفاوة، بل حدث أيضا مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يبقى إذن الابتلاء لو هو في نظر لك إنه هو شر، لا، مكمونه اللي انت ما انتش عارفاه هو خير، بل هو كله الخير. سيدنا يوسف عليه السلام لما اخوته أزوه ورموه في البئر كان ايه في النهاية؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، صار هو المتمكن وصار وزيرا لمصر، القصة كلها. فإذا يعني لا تأخذ الأمور كلها على الظاهر، لا، في حاجة تانية خفية. أنت بقى اختاري مين؟ الآخرة، الله سبحانه وتعالى. أيضا واحدة جاية تتحدث معك في نميمة أو لا، سيبيها. يعني دايما يكون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أشغل نفسي بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى أكون في معية الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا لما خلقنا يا جماعة يعني علمنا إن إحنا نكون في معيته، ووضع لنا المنهج الذي نسير عليه. مش إحنا بنقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ الثقة، مش أي حد، حتى لا يضلك أحد. تمام؟ فنسأل الله لي وإياكم معية الله سبحانه وتعالى. يا رب، اللهم يا رب العالمين، ارزقنا معيتك وعلمنا كيف نكون معك. اللهم أمين يا رب العالمين. لابد علينا من التمسك بكتاب الله وسنته، وعنوان درسنا اليوم وبشر الصابرين، فهي بشرى لي ولكم من الله سبحانه وتعالى. يعني تفائلوا بالألفاظ، فدرس اليوم بشرى، أي بشرى من الله سبحانه وتعالى لنا. أسأل من الله سبحانه بحق هذا، يعني في هذا التوقيت وفي هذه الأيام المباركة، أن يبشرنا الله بالجنة لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات جميعا، والمؤمنين والمؤمنات جميعا يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. اكتب لنا الجنة واغفر لنا ذنوبنا ويرفع عنا سيئاتنا ويشفي مرضنا ويرفع عنا كل ابتلاء والغلاء والوباء. أمين يا رب العالمين. جزاكم الله جميعا كل الخير. وستبدأ فترة الأسئلة. نحن موجودون كل يوم بعد صلاة الظهر في شهر رمضان المبارك، شهر النفحات وشهر المباركات، وتتوالى لقاءاتنا يوميا في رحاب الجامع الأزهري الشريف. وهبنا الله القبول ورزقنا إنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
جزا الله جميعا الحضور كل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.